السلام عليكم. بالنسبة لدرسنا اليوم راح يكون الجزء الثاني لتعليم الألوان للأطفال المصابين بمرض التوحد. اللي راح نحتاجه هو نفس الكارتات اللي استخدمناها بالفيديو السابق، كارتات الألوان، وراح تحتاجون أيضا سيت ثاني للألوان، وتكون الألوان اللي موجودة بهذا السيت مشابهة لهذا السيت لأنه راح نستخدمهم للمقارنة. وأيضا ممكن طريقة أخرى هي بأنه نعمل فايل بهذا الشكل، وأيضا ممكن نستخدمه لتعليم الألوان بطريقة المقارنة. وهذا لو تلاحظون يعني نفس هذه الكارتات راح نستخدمها بهذه الطريقة، بطريقة المقارنة بين الألوان بهذا الشكل، أو ممكن نستخدم نفس هذه الكارتات بهذا الفايل. بالنسبة لهذا الفايل يعني بعد ما يكون الطفل تقن، ممكن تستخدمه بعد ما يكون الطفل تقن الألوان، تنطوه للطفل وهو يبدي يقارن الألوان بدون ما يعتمد عليكم. فهذه هي المواد اللي راح تحتاجوها، والآن نبدأ العمل. فأول خطوة تبدوها بطريقة الايسوليشن، يعني اللون بمفرده. راح نستخدم مثلا اللون الأزرق، وما تنسون استخدام التوكن بورد، يعني هذه راح تسمعوها من عندي أو أكررها دائما بكل درس أقدمه. التوكن بورد لازم يكون موجود ببداية الدرس. فالمهم نعتبر نفسنا أنه طلبنا من الطفل يختار خيار يعمل من أجله، ونبدي بالدرس. راح يكون باستخدام الخطوة الأولى هي استخدام طريقة الايسوليشن، وهي استخدام اللون بمفرده. فنضع اللون أمام الطفل، وإحنا نمسك هذا اللون الآخر المشابه للون نفسه، ونطلب من الطفل أنه يقارن. راح تكررون هذه الخطوة 5 مرات. بعدها تنطون الطفل فرصة، تنطوا فرصة مع الخيار اللي هو اختاره، وتنطوا 5 دقائق باستخدام المنبه. بعد ما تنتهي الفرصة راح تبدون بالخطوة الثانية اللي هي باستخدام الوان ديستراكتور، يعني راح تستخدمون لونين، اللون اللي انتوا اشتغلتوا عليه مع لون ثاني، وتبدون تطلبون من عنده المقارنة. قارن أزرق، فيبدي قارن. تغيرون ترتيب الكارتات، قارن الأزرق، يبدي قارن لحد ما يتعلم. غلط الطفل مثلا بهذا الشكل راح تقولوا له ممتاز، محاولة جيدة، حاول مرة ثانية هذا الأزرق، يعني تحاولون أنه تصححوا له الجواب، وراح تستمرون. تقن هذه المهارة من أول محاولة، خلاص تستمرون للمحاولة الثانية أو الخطوة الثانية. ما نجح تكررون نفس هذه الخطوة، تستمرون بتكرار هذه الخطوة لحد ما تتأكدون أنه تعلم هذا اللون الأزرق ويقارن الأزرق مع الأزرق. لنفرض أنه تعلم هذا هو اللون الأزرق باستخدام كارت أو لون آخر أو وان ديستراكتور، أيضا راح تنطوا فرصة، وبعد الفرصة تبدون تشتغلون بالخطوة الأخرى اللي هي تعليم اللون نفسه with two distractors، يعني مع لونين، وراح تطبقون نفس الخطوة. قارن أزرق المفروض يعني إذا هو متعلمها يقارنه مباشرة، ما متعلم غلط، ممتاز، محاولة جيدة، هذا هو اللون الأزرق، صححوا له الجواب وتعلموه. وتستمرون بهذه الطريقة، وبكل مرة تغيرون مكان اللون. قارن أزرق لحد ما يتقن هذه الخطوة. راح تستمرون للخطوة الرابعة اللي هي الراندوم روتيشن. الراندوم روتيشن المفروض يكون الطفل يعرف على الأقل لونين من الألوان الثلاثة اللي تستخدموها. فلنفرض أنه هو يعرف اللون الأخضر واللون الأزرق، فراح تحتاجون أيضا كارتين، كارت أزرق وكارت أخضر، وبهالحالة راح تبدون تراحون بين الأزرق والأخضر. قارن أخضر المفروض يقارن الأخضر، تغيرون ترتيب الكارتات، قارن أزرق يقارن أزرق. إذا غلط تقولوا له محاولة جيدة، وتنطوه أو تعلموه الجواب الصحيح وتستمرون. قارن أزرق
تغيرون الترتيب قارن أخضر، تغيرون الترتيب قارن أزرق، وهكذا. فهذا هو الراندوم روتيشن. إذا كمل هذه الخطوة وشفتوا أنه تقن هذا الأزرق وهذا الأخضر، خلاص معناها اتعلم الألوان وتبدون تشتغلون نفس هذه الخطوة مع الألوان الباقية. فهذه هي طريقة تعليم الألوان بطريقة المقارنة، وراح نشوف تطبيق عملي لهذه الطريقة. Ali, what do you want to work for? School bus or glitter bottle? Okay, you are working for school bus. Good job. Now we need 5 stars. Alex. فأول طريقة إنه باستخدام الـ isolation اللون واحدة ونقارن. Match. Good job. You matched purple with purple. Match. Good matching. Give yourself a star. Good job. Match purple. Good matching purple with purple. Give yourself a star. Good job. Match purple. Good matching purple with purple. Give yourself a star. Good job. Match purple. Good matching purple with purple. Give yourself a star. One more time. Last one. Match purple. Good job. You matched purple with purple. قارنت البنفسجي مع البنفسجي. الآن كسب 5 نجوم. خلاص ننطي فرصة وبعدها نرجع نشتغل الخطوة الثانية. الآن راح نبدأ بعد ما انتهت الفرصة، نبدأ بالخطوة الثانية. نبدي بالتوكن بورد بالبداية، بعدها نبدي بالخطوة الثانية اللي هي راح تكون اللون مع لون آخر، الوان ديستراكتر. Alex, match purple. Good job. You matched purple with purple. نغير مكانهم. Give yourself token. Good job. Match purple. Good matching purple with purple. Give yourself a star. Good job. Match purple. Good matching purple with purple. I love Alex. Give yourself another star. Good boy. Match purple. Good job. You earned another star. Last one. Match purple. Good job. I love Alex. You matched purple with purple. Give yourself last star. Good job. الآن ننطي فرصة ونتوقف عن العمل. الآن بعد ما انتهينا من الفرصة اللي انطيناها هي، راح نبدي بالخطوة الثالثة اللي هي with two distractor، اللون مع لونين مختلفين. Match purple. Good job. You matched purple with purple. Match purple. Good matching purple with purple. بالنسبة إلي، لأنه طفلي يعرف هذه تاقن هذه المهارة، فدي يجاوبني جواب صحيح. لكن لو نفرض إنه جاوبني جواب خاطئ، مثلا يعني لما طلبت من عنده يقارن البربل أو البنفسجي مثلا، قارنه مع اللون الخطأ، فبهذه الحالة راح أقول له محاولة جيدة هذا البربل، أصلح له الجواب وأعلمه إنه هذا هو الجواب الصحيح، وراح نستمر بهذه الطريقة لحد ما يتقن اللون. Alex, match purple. Give yourself a star. Good job. نعيد الكرة ونغير ترتيب الألوان. Match purple. Good job. I love Alex. You matched purple with purple. Give yourself a star. Good job. Match purple. I love Alex. You matched purple with purple. ودائما أشجع بالكلمات. Give yourself a star. We need 2 more, then you can have your school bus. أذكر أنه باقي لك نجمتين وبعدها ممكن تأخذ فرصة. Match purple. Good matching purple with purple. I love Alex. Give yourself a star. Good job. We are almost done. Last one. Good job. You matched purple with purple. Give yourself a star. Good job. How many stars do you have? 1, 2, 3, 4, 5. Now you can have your school bus. I love Alex. الخطوة الرابعة بعد ما يكون تقن الألوان راح تكون random rotation، يعني هنا يكون هو يعرف على الأقل واحد لونين من هذه الثلاث ألوان. فالراندوم روتيشن راح يكون بهذه الطريقة. Match black. Good job. You matched black with black. نغير الترتيب. Match purple. Good matching purple with purple. I love Alex. أغير الترتيب. Match black. Good job. You matched black with black. Good job.
Match purple. Ava. Good, matching purple. I love Alex. Match black. Ava. Good, matching black with black. Good job. Match purple. Ava. Good, matching purple with purple. I love Alexi. Match black. Ava. Good job, Alex. You matched the black with black. فهذا هو الراندوم روتيشن، انه نبدي ننطي لونين ونحاول نراوح بين اللونين لحد ما نتاكد انه تاقن كل هذه الالوان. فهذه هي الطريقه اللي استخدمها لتعليم الطفل الالوان بطريقه المقارنه. وعندي هذه طريقه اخرى ايضا استخدمها او استعملها لتعليم الطفل الالوان بطريقه المقارنه بين لونين او مقارنه الالوان بصوره عامه. هذه ممكن انتو تعملوها بالمنزل. اللي راح تحتاجوه راح تحتاجون الالوان او الكارتات او البطاقات اللي استخدمناها بالدرس السابق لتعليمهم الالوان. هذه هي اللي سويته بهذا الدرس، انه قمت بعمل هذا الشكل، انه تاخذون هذه الورقة، ورق مقوى. هي هذه، يعني لو تلاحظون هذه راح تكون هي ورقتين. الورقة الأولى هذه هي، والثانية حاولت أنه أقصها بهذا الشكل نصفين ولصقتهم باستخدام لاصق شفاف، وأيضا غطيتهم بطبقة بلاستيك يعني لامنيت الورقة. بعد ما يعني لصقت الألوان، نفس هذه الألوان حاولت أنه ألصقها بهذا المكان قبل ما أغطيهم بطبقة البلاستيك، وبعدها استخدمت الفالكرو بهذه الأماكن. استخدمت الفيلكرو لأنه هذه البطاقات أو هذه الكارتات أيضا بيها فيلكرو، بحيث بسهولة ممكن نلصق الكارد أمام اللون الخاص به. هذه بهالحالة راح تحافظون على المواد اللي تستخدموها، وأيضا راح تسهل عليكم العمل مع الطفل. هذه راح تكون بهذا الشكل، وطريقة تخزينها راح تكون بهذا الشكل. هذه الخطوة نستخدمها أو مع يوميا حتى نتأكد أنه حفظها وتبقى بباله. أنطي كارت واحد بالوقت الواحد، أقول له أخضر، هو يقارن. أحاول أنطيه إياه بشكل عشوائي، مثلا جوزي المفروض هو يقارن، برتقالي يقارن، أصفر، أزرق، أسود، أحمر، بنفسجي، لحد ما يتقن بهالطريقة ويقارن الألوان، كل الألوان بمكانها. بهذا الحالة احنا راح نعرف انه الطفل تقن الألوان وطريقة مقارنة اللون مع اللون الآخر. فهذه هي طريقة أخرى راح تساعدكم في تعليم الطفل الألوان بالإضافة للطريقة الأولى. فراح نشوف تطبيق عملي لهذه الطريقة مع أحد الأطفال. أليكس، ماتش. Good matching black with black. What color is this? Yellow. Good matching yellow. What color? Blue. Good job. What color is this? Purple. Good matching purple with purple. What color is this? Green. What color is this? Brown. What color is this? Orange. Last one. Red. Good job. I love Alex. فهذه هي الطريقة الصحيحة لتعليمهم الألوان. إن شاء الله تكون هالطريقة سهلة وقدرت أوصلها لكم بشكل صحيح. ولا تنسون الاشتراك بالقناة إذا حابين تتابعون المزيد من الأفلام التعليمية الخاصة بالأطفال المصابين بمرض التوحد. وانتظروني على الفيديو القادم، وشكراً.